محمد فؤاد. دكتور محمد فؤاد، كيف تتوقع أن يكون رد فعل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي أقر هذا الاتفاق السياسي في مجلس الأمن والحكومة المنبثقة عنه؟ يعني كيف ستكون ردة فعله أمام مثل هذه القرارات؟ هو أعتقد أن المجتمع الدولي متوقع ما حدث اليوم، يعني لم يكن مفاجأة بالنسبة له. يعني بعد تعاملهم منذ أكثر من سنة مع مجلس النواب، هم يعلمون أن هذا متوقع جدا، ولا بد أن عندهم خطة بديلة عن هذا، ولكن لا نعلم عنها شيئا. ولكن كما قلت لك، يعني قال أحد نواب الكونغرس الأمريكيين عن هذا البرلمان أنه أسوأ جسم تشريعي في العالم، وهم يعلمون هذا جيدا ويواصلون الضغوط عليه دائما. الواضح الآن بالنسبة للحكومة أنها ستحاول تعديل المجلس الرئاسي، سيحاول تعديل الحكومة بعض الشيء، ولكنه لن ينجح طبعا، لأن إرضاء هؤلاء المتعطشين للسلطة، لأن الهدف الرئيسي لهم هو السلطة والمناصب، صعب جدا. قد تخرج علينا الأمم المتحدة بحل جديد. لكن هل